سمعت أن الرضاعة المحرمة هي 5 رضاعات فما فوقها وتكون في الحولين، ولكن قرأت في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة سالم مولى أبي حذيفة، وهو عندما اشتكته زوجة أبي حذيفة أنه يدخل عليها وهو ذو لحية وترى أثر ذلك في وجه أبي حذيفة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه يحرم عليك. فهل الحديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح، ولكنه خاص بهذه الواقعة فقط، ليس له عموم، لأنه قضية عين لا عموم لها كما يقول جمهور أهل العلم. فإرضاع الكبير لا يؤثر ولا ينشأ عنه حكم الرضاع المحرمية، وإنما هذا خاص بأبي حذيفة خاص بزوجة أبي حذيفة وبسالم مولى أبي حذيفة، وهي واقعة لا عموم لها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.